السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ انا سارة بلوفة ودي قناتي. انا بعتذر منكم الفترة اللي فاتت ما كنتش بنزل فيديوهات، وده عشان انا كان عندي ظروف. يعني النهاردة هنتكلم عن بطاقة الذاكرة او الفلاش كاردز. ناس كتير سألتني عنها، فايدتها ايه وبتتجاب منين. دي بطاقات بتستخدم من عمر شهر لحد سنة ونص. طبعا شهر هيبقى صعب، يعني انا مدركة الكلام ده، بس ممكن نقول من بداية الشهر التاني. دي عبارة عن بطاقات فيها اشكال بالوان اساسية زي اللون الابيض الاسود والاحمر، وبيبقى فيها اللون الاصفر. اشمعنى الالوان دي؟ علشان البيبي في بداية عمره مش بيشوف الا اللون الابيض والاسود، بعد اسابيع بيبتدي يشوف اللون الاحمر، وعند الخمس شهور بيدرك كل الالوان، وبعد السنة بيبتدي يميز ما بينهم. ودي طبعا بتختلف من طفل لاخر على حسب قدرات كل طفل. الكروت دي بتستخدم ليه؟ عشان تزود ادراك الطفل، بتنمي انتباهه، بتخلي التركيز عنده عالي شوية. طيب الكروت دي بتيجي باشكال مختلفة. هفتح العلبة معاكم اهو. العلبة اول ما بتيجي فيها 40 كارت او 40 بطاقة، بيبقى فيها التعليمات، فايدة الكارت ايه او استخدمها ازاي، ودي الاشكال بتاعتها. بتبقى بقى اشكال حيوانات، اشكال طيور، في اشكال فواكه، المجموعة الشمسية، فيها كل الاشكال. وميزتها طبعا ان انا بستخدمها في بداية عمر البيبي، وميزتها ان هي بيبقى فيها تركيز على الوان معينة. طبعا انا بستخدمها ازاي؟ اول حاجة انا مثلا هاخد الفواكه، مثلا هاخد الكروت بتاعت الفواكه، هبتدي هعرض الكارت من 10 لـ20 ثانية على بعد 20 لـ30 سنتيمتر. اشمعنى المسافة دي؟ اشمعنى على بعد 20 لـ30 سنتيمتر؟ وده علشان خاطر البيبي يقدر يشوف الكارت. اقل من كده او اكتر من كده البيبي مش هيدرك الكارت، او مش هياخد باله منه. طيب بنعمل الموضوع ده لمدة من 3 لـ5 دقايق. طيب انا بحط الكارت قدام منه من 10 لـ20 ثانية على بعد 20 سنتيمتر، هبدل الكروت لمدة 3 دقايق. يعني اقصى حد اقعد بعرض الكروت قدام البيبي 3 دقايق او 5، اكتر من كده لا. طيب هلاحظ هنا ان في اللون الاصفر الموجود في الصورة. طبعا اللون الاصفر في الاول الطفل ما بيقدرش يشوفه، او بيبقى مش مدرك اللون ده ايه يعني. لكن الصورة بتبقى متخزنة عنده في الذاكرة بتاعته، فلما بيبتدي يشوف اللون الاصفر بيبتدي ده يثير انتباه الطفل، يعني يخليه ان هو بيشوف صورة جديدة، رغم ان هو متخزنة عنده في دماغه. فبيبتدي يزيد تركيز الطفل مع اللون الجديد اللي هو شافه. انا الكروت دي جابها من امازون، وكانت بـ70 جنيه. طبعا لو مش هقدر اشتريها، انا ممكن نطبع الصور دي برضو ونغلفها في اي مكتبة، هتبقى التكلفة بتاعتها اقل. ممكن نحطها في السرير بتاعه مثلا، نرصها كده، او ممكن نحطها او ندبسها مثلا من فوق بشريط او بلزق او اي حاجة. ميزة الكروت دي برضو ان هما مثلا لو 40 كارت فهما هيبقوا 80 كارت، لان بيبقى في الظهر فيه صور تانية بنفس الالوان، وممكن يبقى فيها كمان الوان زيادة. في حاجة كمان ان هو جايب الارقام. طبعا لما الطفل يبتدي يكبر شوية بيبقى شكل الارقام كمان فيها زي صور، وفيها زي دباديب كده وحاجات شكلها حلو، بحيث ان هي تنزل في الذاكرة بتاعت الطفل، وتبقى سهلة مع ان هو يعرف الارقام دي. كمان الارقام نفسها، يعني لو انا قلبت الكارت بقى، يعني مثلا الواحد ده هلاقي ان هو جايب مثلا حاجة واحدة بس، الاثنين جايب مثلا طائرين مثلا، ثلاث قطط،
وهكذا على حسب كل رقم هو بيحط الاشكال بتاعتها. بس كده يا جماعه، اتمنى ان انا اكون افدتكم. واخر حاجه، يا ريت ما نقللش من قدره اي طفل ونقول ايه ده الصغير ده، ايه اللي فهمه. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.